أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. يعقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر اجتماعا في القاهرة الأربعاء المقبل لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر التي أعلنت أنها ستسلم ردها على قائمة المطالب للكويت اليوم. وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزراء سيبحثون في اجتماعهم الخطوات المقبلة في التعامل مع قطر. أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن المهلة الممنوحة لقطر إذا انتهت من دون رد سيحدث تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية. ولفت قرقاش إلى أن مراقبين سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية كسرة محمد علي جنوب مدينة الرقة شمال سوريا، كما سيطرت على سوق الهال بعد مواجهات عنيفة مع أفراد تنظيم داعش أسفرت عن قتل العشرات منهم. وضيقت قوات سوريا الديمقراطية الخناق خلال الأشهر الأخيرة على معقل داعش في شمال سوريا، ودخلت شرق المدينة وغربها للمرة الأولى الشهر الفائت. وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية بصرف 400 مليون ريال يمني لمحافظات إقليم عدن، وذلك لمواجهة وباء الكوليرا ومعالجة أسبابه. وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تسخير كل الجهود للقضاء على الوباء. حث أطباء وموظفو إغاثة سودانيون الحكومة على إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء الكوليرا في البلاد. وقال حسام الأمين البدوي المسؤول في لجنة أطباء السودان المركزية إن حوالي 22 ألف شخص أصيبوا بإسهال حاد مؤخرا، ما أدى لوفاة ما لا يقل عن 700 منهم منذ 20 مايو الماضي. شهدت حركة المسافرين في مطار أبو ظبي الدولي مرور ما يزيد على 10 ملايين مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، ليسجل نموا بنسبة 1.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016، فيما سجل شهر مايو انخفاضا طفيفا في الحركة. أفادت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الشوكولاتة بشكل منتظم يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي ويقوي الذاكرة خاصة لدى كبار السن، إذ تزيد الشوكولاتة من حجم الدم الواصل إلى الدماغ، وهو أمر ضروري للوقاية من أمراض الدماغ المرتبطة بتقدم السن وعلى رأسها ألزهايمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء. We'll be right back.